طلاب الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم مني أطيب التحيات وأحر التمنيات. يشرفني أن نلتقي مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة لبرنامجكم المفضل عن دروس اللغة العربية للصف الثامن. يا أصدقائي، سنتناول اليوم درسا جديدا عن كتابة التعبير، وهو في الدرس العاشر من كتابكم المقرر. ركزوا معي جيدا، هيا بنا فلنبدأ. الدرس العاشر، مهارة الكتابة، كتابة التعبير. الموضوع، اكتب رسالة نحو 75 كلمة إلى ابن عمك الذي لا يهتم بوالديه، تنصحه فيها عن أهمية بر الوالدين. يا أصدقائي، سنشرح كتابة هذه الرسالة بمناقشة أهم الأفكار والعبارات المناسبة، ولكن قبل ذلك فلنتذكر أجزاء الرسالة. انظروا إلى هذه الصورة، وهي شكل رسالة نموذجية. الجزء الأول العنوان، ويكتب في أعلى الصفحة على اليمين هكذا، ثم يكتب التاريخ تحت العنوان، ويكتب المرسل إليه هنا، ويليه التحية والمقدمة كما ترون. بعد ذلك يكتب نص الرسالة في فقرة هنا. أما الخاتمة فتكتب هنا. وأخيرا يكتب اسم المرسل والتوقيع في أسفل الصفحة على اليسار هنا. والآن فلنبدأ بكتابة العنوان والتاريخ. يا أعزائي، ابدأوا بكتابة اسم الشارع، ثم اسم المدينة كما ترون، شارع باريزو فينيكس. أما التاريخ اكتبوه تحت العنوان هكذا، إما بالأرقام أو بكتابة الشهر بالحروف هكذا. ثم اكتبوا اسم المرسل إليه بهذه الصيغ المختلفة، إلى ابن عمي العزيز أحمد، أو إلى أحمد العزيز، أو عزيزي أحمد. بعد ذلك اكتبوا التحية والمقدمة. يمكنكم أن تكتبوا السلام عليكم، أو تحية طيبة من ابن عمك الحميم، أو تحياتي وسلامي وبعد. وأيضا أتمنى أن تكون بخير وعافية. وكذلك أتمنى أنك في أتم الصحة. ثم لا تنسوا سبب كتابة الرسالة في المقدمة. بإمكانكم أن تكتبوا: يسعدني أن أكتب إليك هذه الرسالة، أو
هذه السطور كي أقدم لك نصيحة غالية من أعماق قلبي. وأيضا بإمكانكم أن تكتبوا: يسرني جدا أن أكتب إليك هذا الخطاب لأنصحك في أمر مهم جدا، وهو بر الوالدين. ثم انتقلوا إلى نص الرسالة في الفقرة التالية. تأملوا يا أصدقائي هذه العبارات المفيدة: بلغني أنك لا تهتم بوالديك، أو عرفت أنك لا تحسن إلى والديك، وأيضا أخبرني إما والدي أو أخوك أنك لا تطيع والديك. ثم قدموا لابن العم النصائح عن بر الوالدين. يمكنكم استخدام هذه العبارات لكتابة الفقرة. طاعة الوالدين واجب على كل أحد. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. جاء بر الوالدين بعد عبادة الله في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الوالدين: هما جنتك ونارك. وأيضا يمكنكم استخدام هذه العبارات الزائدة: انظر إليهما نظرة الاحترام، ساعد والديك دائما، أدخل السرور في قلبيهما، أدعو لهما برب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أصدقائي، وصلنا الآن إلى الخاتمة. بإمكانكم أن تستفيدوا بهذه العبارات. أرجو أنك ستهتم بوالديك. آمل أنك ستطيع والديك. سأزورك قريبا، أو اكتب إلي في أسرع وقت ممكن. لك مني أطيب التحيات، أو إلى اللقاء القريب. أعزائي الطلبة، لكل شيء نهاية، وهنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أنكم استفدتم من الدرس، والآن تستطيعون كتابة الرسالة في الموضوع الذي شرحناه اليوم إن شاء الله. أشكركم على حسن متابعتكم، وأودعكم الآن مع أطيب التهاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.